قعدنا فترة طويلة مريحين، بعدين دخلنا على البطولة وبنلعب فرقة محترمة زي فرقة النادي المقاولين، فرقة محترمة عندها عناصر كويسة جدا. زي ما قلت لك برضو الناحية البدنية أثرت علينا شوية، أثرت برضو على نادي المقاولين أكيد. يعني لو كانت الماتش ده مثلا يمكن خامس أو سادس ماتش كنت هتلاقي إن شاء الله، يعني كنت هتلاقي أداء أحسن من كده. الحمد لله يعني الماتش راح وجي كذا مرة، مقاولين ضيع فرصتين ثلاثة، احنا ضيعنا برضو في الشوط الثاني تقريبا كله احنا مسيطرين، وبعد يمكن أول 10 دقائق ولا حاجة كان عندنا فرصة اللي احنا نخلص الماتش خصوصا بعد ما تعادلنا. لكن الحمد لله ان شاء الله يكون اللي جاي افضل باذن الله ان شاء الله. انا قلت للعيبه في بدايه الشوط الثاني خلي الكره تبقى في رجلينا اكتر، لان انا كنت متخوف شويه طبعا من معدل اللياقه البدنيه بتاعنا، فكنا عايزين الكره في رجلينا اكتر شويه. لكن يعني كان في بس عدم التزام في شويه تحركات كده ادت اللي احنا نبقى مضغوطين في اول 10 دقائق تقريبا. بس الحمد لله بعد ما دخل فينا الهدف يعني الحمد لله اتمسكنا وعملنا تغيير عاد التوازن بالماتش تاني وسيطرنا على الماتش تماما، جبنا التعادل. وكنا قبل التعادل كمان ضيعنا يمكن كورتين، بعد التعادل ضيعنا كورتين، حاجة فرص أكيدة جدا كان ممكن ناخد منهم 3 بونت، لكن الحمد لله على كل حال. طبعا أنا الأداء إلى حد ما أنا راضي عنه، لكن النتيجة إحنا كنا ممكن نكسب في أي وقت، يعني الماتش كان رايح جاي بيننا وبين فرقة المقاولين. طبعا بعد 3 أشهر قعدنا لعبنا ماتشات ودية كتير واحتكينا، بس الاحتكاك الرسمي طبعا بيفرق. فرقه المقاولين فرقه قويه طبعا وبتنافس على البطوله زينا، لكن الحمد لله رب العالمين يعني النتيجه الماتش كان رايح جاي ما بيننا وما بين نادي المقاولين. انا الاداء الحمد لله يعني، لكن بالنسبه لفرقه المقاولين طبعا فرقه قويه وبتنافس، لكن النتيجه احنا كنا ممكن نكسب الشوط الثاني. بعد ما خلصنا بطوله المنطقه قلنا مثلا لو لعبنا ماتش واحد في الاسبوع كان زمان خلصنا الدور الاولاني، وكان يبقى في اريحيه بالنسبه للعيبه وبالنسبه لنا احنا كمان، وبعدين نلعب نريح مثلا زي ما الفرق بتريح مثلا اسبوعين ولا حاجه ونبتدي الدور الثاني. لكن انت قعدتنا 3 أشهر، وبعد ال3 أشهر هتلعبنا 2 وخميس في وسط الامتحانات، واي نعم احنا جاهزين الحمد لله بفضل الله، بس الاولاد برضو الاحتكاك الرسمي بيفرق. لو كنا لعبنا ماتش واحد من بعد ما خلصنا بطوله المنطقه كان بقى طبعا اللعيبه اجهز من كده، زائد طبعا الاصابات اللي عندنا حصل لنا. طبعا احمد سيد غريب حصل له طبعا اصابه قبل الماتش بتاع المقاولين باسبوعين، علي حصل له برضو اصابه. ده البونت كويس برضو، النادي الاهلي نادي كبير طبعا، والحمد لله النتيجه النهارده كويسه. يعني الفريقين برضو معذورين بقى لنا فتره كبيره ما بنلعبش، وده اول ماتش، واول ما تخش انا اخش على النادي الاهلي وهو يلعب المقاولين، فماتش بيبقى يعني لسه الفريقين راجعين من المدارس واجازات والكلام ده كله، فده فرق برضو معانا النهارده مع الفريقين بصراحه، لان فرقه الاهلي فرقه محترمه بصراحه. احنا بقى لنا 3 شهور فعلا، وحتى الدوري كان الدور الاولاني ده الدوري الاولاني بتاع منطقه القاهره ما كانش بالقوه دي، فلما قعدت 3 شهور ومش عارف هلعب امتى واروح امتى واجي امتى، 3 شهور وبعد الامتحانات على طول الاولاد لسه مخلصين امتحانات ما فيش من قيمه 5 6 ايام، فتيجي تلعب ماتش مع النادي الاهلي ماتش قوي، وهو برده بالنسبه لهم ماتش قوي، لان احنا يعني الفريقين حتى السنه اللي فاتت في دوري القطاعات احنا اول وثاني.